تغريدة تطرقت لكتاب صحيح البخاري الذي ينقل أحاديث عن النبي محمد ويعتبر أحد أكثر الكتب الصحيحة في نقل الأحاديث عن عموم أهل السنة، استدعت الرد من الداعية الإسلامي أحمد الغامدي المدير العام السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة بالمملكة العربية السعودية. فماذا جاء فيها وماذا في التفاصيل؟ جمال سند السويدي الكاتب الإماراتي ناشر التغريدة قال أن البخاري يقول في صحيحه أن سورتي الفلق والناس ليستا جزءا من القرآن الكريم، ليرد الغامدي بنفي هذا الكلام واعتبره غير صحيح، كما أضاف أن البخاري لم يقل ذلك، إنما روى ما نقل عن ابن مسعود من قوله، وتوجه للسويدي متسائلا لماذا كل هذا التهويل. بدورهم تفاعل السعوديون مع هذا الجدل، وانتاب الجمهور السعودي شعور الاستغراب، وقالوا أنما الحكمة أو الفائدة المرجوة والمتوقع حدوثها إذر نقل اجتهاد خاطئ بتصريح مثل هذا، وماذا سيفيد بأن المعوذتين ليستا من كتاب الله. ليرد الغامدي على هذه الاستفسارات موضحا ومفندا بأنه أولا لم يثبت لدى سند صحيح بهذا النقل، فلا نستشكل الحكمة من ذلك لأن التوضيح فرع التصحيح، وقال ثانيا أن البخاري نقل هذا الأثر لا يخرج إلا عن حالين، أحدهما أنه يرى صحة سنده، لكن أراد ابن مسعود أنهما ليستا من كتاب الله، أي لا تثبت في المصحف، مع إقراره بقرآنيتها لأن السورتين ثابتة في قراءة ابن مسعود. وفي نفس السياق رد المتابعون على تغريدة الكاتب الإماراتي وتوجه له بالسؤال عن ماهية الاستراتيجية من طرحه، فيما هاجم البعض ناشر التغريدة واعتبروا أنها تكذيب للقرآن وتشكيك فيه، وأضافوا إلى أن الكتب السماوية التي لم تحرف هي القرآن فقط، كما استغرب البعض واصفين السويدي بميله إلى الانحدار والسقوط الديني.